استاذ ماجد اكو ولد كان زميله وياي ايه بالجامعه نعم من الكربلاء ايه انقطعت اخباره من سنه التسعين اذكر اسمه عبد عون عبد حمزه عبد الجبار من حي العباس بكربلاء كله مركب كلش خوش ولد بس بالتسعين بعد ما شفته انقطعت الاخبار ولا حتى نتمنى يتواصل ويانا حتى نواصله ويا ابو حي العباس هو اسمه عبد العون اي نعم هذا هو حمزة عبد الجبار اخوتي اهل كربلاء اي هذا ولد عزيز علينا يعزه كلش كان مؤدب وفقير ان شاء الله على راسي سلم راسك الله يحفظك هذا كله سوق الابار الجني بكر سمنتال شقد عمرها؟ عمرها سنة وثلاثة أشهر سنة وثلاثة أشهر كشار عليها؟ ما أخذت فحل ما انطيتها فحل بعدها ريتها تكبر ليه شنو السبب ما انطيتها فحل؟ بعدها ريتها تكبر تندقر إذا؟ إيه تندقر إذا أخذت فحل ظل ناعمة إيه ما تكبر بس إذا تمشيها بعد قدام لا أصير هاشل ببالك مضبوط قل لي شلون تعرف عمره؟ عمر الناب ماله من الناب؟ إيه شبيه الناب؟ من الشوق كبير يعني يعبر الخمسة إذا شاق الناب مالته ايه قبل أن يشق الناب أقل أي جاهل 4 سنين عمره من 4 جوا نعم عمره فوق الخمسة إذا شق الناب فوق الخمسة مال عرب إيه شلونك عيني شلون أسوق لك صابة والله حج غالي ها شو واحد يقول رخيص واحد يقول غالي ما افتهمنا غالي ها شو احس هاي بيه شباب ذينا؟ هاي ب 2800 انت ماخذها ب 2800؟ بس انا اخذها بس هاي البركة لحم ما شاء الله بركة ها؟ آه؟ بيها بركة صحيح؟ والله بيها 70 حقة يا الله موفقين 70 حقة؟ ما شاء الله مليون و800 صورني يا عطوان شلون؟ هنا اخونا ابو علاء الذهب العميري شلونك عيني؟ الله يخليك شلون العميرات؟ خير وبركة نعمة الحمد لله ان شاء الله والله خير ان شاء الله نعمل ان شاء الله شلونك الله يحفظك جاي ندفع به ذني مالاتك والله جاي نعامل ب 4.5 يدفعون 3650 3650 مدفوع بيه اول ما مديت احلق ما رجل الحرمه قال له هنيا بعاقول قال لنا ورا الزينات شاقول ورا الزينات شاقول اي مديده قال له هنيا بتمن يعني شاقول يشقل مو اي شاقول يعني بعد الشقل ما وراه قديم بالك انت شقل الشقل ما حد بعد يمديده عليه مديده الثانيه قال له هنيا بتمن قال له عرض الناس ما يتثمن اي ابو حسن عيني الشاعر يقول الشمس شمسي والعراق عراقي ما غير الدخلاء من اخلاقي انا منذ فجر الارض احمل خوذتي أنا منذ فجر الأرض أحمل خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي منو هذا العراقي تحياتي لكل واحد رعد أنت ايه صور أنت شو نامو يدقنا بالعصا من وراء يدقك يا شنو عريس ورا بعي زفونه نامو ضربوا على رجل خطيه برادك والله والدي رعد ملك شغله رعد صور عيني اليوم متابعينا الأحبة اليوم هو الاثنين السادس من شهر مايو آيار 2024 أيام العمل في سوق مواشي محافظة ديالى الاثنين والخميس مكان السوق في بعقوبة مركز محافظة ديالى والمكان قرب مديرية مرور ديالى العمل يبدأ من الفجر قبل الظهر ينتهي السوق تحياتي لكل واحد يتابعنا قبل المتاع أول ما تدخل اضغط لنا لايك إذا بدون أمر يعني عليكم حتى يصعد المقطع ويوصل للجميع اللي ما مشترك ابو حسن يشترك حتى يوصل مؤخرا حلوه ما استاذ ماجد على راسي اليوم احنا يوم خالنا ابو حسن التميمي نتشرف به وهاي القبيله العريقه الله يحفظك الله يوالدك وجود اخونا طه التميمي الوالد خالنا ابو محمد الفهلاوي عرض عيوني احنا نتشرف بكل قبائلنا وعشائرنا كلهم على راسي على راسي عمري الله يوالدك هل نفيا وفحل؟ نعم نفيا وفحل هذا الفحل عملة عليها 800 دافعين
دافعين بيها 575. راتب 50. ها؟ 50 له راتب بعد صغير. عيني. يوم انا نلعب. راتي. ايه. ايضا 50. زين. الدجاجة بياضة. ايه. 18. بيش؟ 18. 18. بياضة. ايه. وهذا ديش صغير ب 12. ب 12. كلهم به المجال. كلهم به المجال للشراي. عفية اخوي. والله قدامك. عفية. هذن الحلوات رايدينهن ب 600، ايش قد دفعوا بهن؟ والله اشكال دفعوا لي اخر شيء 525. دفعوا لك؟ اي. 475 دافعين لك، من يوم كان انت؟ حمرين. حمرين؟ اي. يا هلا بهالحمرين. بس هذا الدرب ترى لازم تغيرون مكانكم. الدرب رايحين جايين ياذونكم. هلا 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 بعم الشيخ، صباح الخير صباح الانوار. شلونك عمري؟ هلا عيوني. يا هلا. الله يسلمك. هلا بالذهب. هلا بالذهب. عيوني خالي. عند هاي اللي يسمونها التضريب. ايه. اريد ابيعها بس هذا الزلمه هم عبالي ابيعها وياها يصير؟ عمل عليها 8 هي وبناتها وراها توم. وراها توم توامه؟ ايوه. خير ان شاء الله. هذا الطليق خشن جاي يوصل 400. مصطفى جايب قطريات. هاي وراها فحل وراها؟ ايش قد تعامل عليهن؟ 350؟ ايه 350 وبيهن مجال. ايش قد دفعوا بيهن؟ والله هاي وراها فحل. ايه. ديش وراها توم؟ ايه ثلاثة طبق. يعني تعامل عليهم كوم؟ اي كوم كوم. كلهم بيش؟ 41. كوم؟ قد دفعوا لك بيهن؟ طلع بيهن 1200. مليون و200 وصلهم؟ اي جو وفوق. اه نعم. والله مو ملا. والله مو ملا. يعني قاعد تطلع جو بيهن. ايه. جو فوق. فوق المليون خلينا نقول. ايه فوق المليون. هذني زوجهن 500 جاي يوصلهم. هذني رايدينهن 350. ما شاء الله تدفع بهن 325. 25 اي 325. وهذا عبود المحمود يوم جاني الجو بشوفه. عبود المحمود وياك استاذ ماجد نايم من الصبح بالربع يا استاذ يلا قعد خير ان شاء الله بالبارحه العصر نايم. حبيبي عمري هلا مصطفى هذا يعامل عليه ثلاثة ايش قد دفعوا لك بيه؟ 225 مدفوع بيه. هذه عملتها الزوج 5.5. هذا كله سوق الطلي سوق الغنم سوق الماعز. زوج 1,600,000 جاي عاملون عليه عملة مو سعر نهائي. كل هاي سوق الغنم. هذني اثنين هن توامات. عامل مليون. عملتهن؟ مليون. اثنين هن عملتهن 1.5 مليون. فما كبار. بطنين. ايش قد دفعوا بيهن؟ والله انه مو ملاك بس واحد خلاني ارمي ثاني واحد بس هيك عامل عليهن؟ اي قال 1.5 مليون. نعم خير ان شاء الله. شو يسمونه اقرح هذا؟ اقرح. يلا تجوع. تجوع.
عملة عليه هذا الفحل مليون وفي مجال عملة هذا غنم مطافيل عملتها 1,700,000 وبيها مجال للعملة مو سعر نهائي مسوي له عمليه جراحيه هذا يا حلال لا الاول يعني بعد بي شيره اي بي والله ما تفهم جاي بس يلا عوفة أنا جاي شوف نبدل النص صور هاي سيمبا فحال تضريب على قريشي عملت 1,000,000 موصل 750 750 موصل فحال تضريب على عرشيلي هذا يا حلال حلال يا نبي شكله حلو عملة عالية 1,400,000 فحل قريشين تضريب على قريشين بقام ايش قد عمره؟ ثلاث سنين العملة عالية 950 وفي مجال هلا هلا بحسين عليك السلام مدفوع به 700,000 ومحمد جايب هاي الحمدانية فارغة الجبة عملتها 700 وبيها مجال لا والله بكر ثاني بطن على كل عيب شروط الجني فيها تلقيح 40 يوم شلون ابو عيوني حجينا مواصفاتها ريال مواصفاتها بكر ثاني بطن اي عليها تلقيح من حظها هنا 40 يوم زين يعني هسه كملت ال40 يوم نعم شروط جنيها كامله تنطع على كل الشروط تضرب ترضع نفس تاكل ليلون نصاحه هاي كل شروطها علينا خير ان شاء الله جميل ان شاء الله هسه خلي نشوفها هاي وراها نثية بكر قد تعامل ابو محمد عيونك 4.5 يعني ياسر مو سعر نهائي لا عمله هاي عمله فيها مجال للعمله ان شاء الله ياسر استوفه نظيفه مخلصه يعني مجربيها حالبينها نعم حليبتها منعمه ودسمه خير ان شاء الله عين ابو محمد موفقين ان شاء الله الله يسلمك عمري هذا كله سوق الأبقار الجني بكر سمنتال شقد عمرها؟ عمرها سنة وثلاثة أشهر سنة وثلاثة أشهر حشار عليها؟ ما أخذت فحل ما انطيتها فحل بعدها ريتها تكبر ليه شنو السبب ما انطيتها فحل؟ بعدها ريتها تكبر تندقر إذا أخذت فحل ظل ناعمة اي ما تكبر
بس اذا تمشيها بعد قدام لا اصير هاشل ببالك. مضبوط. يعني ايش قد تنصح عمر مثلا؟ ايش قد عمر البكر؟ والله عمر سنة وست اشهر، اذا وصل للسنتين بعد ما وراها. بعد افضل. افضل. تخشن. اي. صحيح. ايش قد عملتها؟ ثلاثة تعاملون؟ اي ثلاث ملايين. ثلاث ملايين، وصلت شي دفع بها؟ 2600 مصر. 2600 مدفوع بها وخير من الله ما شاء الله. خلنا ناخذ لك. لا 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 شايف شايف. كم بطن والده هاي؟ أربعة. أربعة طن. أربعة طن. هسه هاي اللي وراها شنو؟ فحل جديد، هذا فحل وراها بس. وراها فحل بس ما شاء الله خير من الله. ماخذ الفحل جديد على كل شروط الجيني. ويقصد بالبزرة يقصد، ايش تقصد بالبزرة؟ يعني أصيل. أصيل. مو؟ إيه نوعية زينة. جنس. نعم. يعني تلقيح. تلقيح. هسه العملة عليها ايش قد؟ أربعة وربع بها مجال. أربعة وربع. يتدلل ويتبشر. زين. يبارك بيك. الله يسلمك. اندفع بها شيء؟ إيه. ايش قد؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص مدفوع بها. ايش بكر عليها عشر ثلاثة شهور عملتها شقد؟ عملتها 2750 شقد اندفع بها؟ ما دافعين بها شيء. لا تعامل انت اشتريت بس احنا اشتريت طبق احنا وبعلي ايه على باب الله بس ايش قلت نريد نحد الحلال على مخاطر تطلع بها عيب واحدة من هنا نرجع نرجع على الشعر هو ذا من عدله ايه وما فيه مو طبق ما انا اقول لك انت مخطط طبق تعال من يدي ها صحيح انت حده تقدر تحده احنا تقدر تحده هذا ايش علاوي وشنها علاوي المطفل ايش قد تعامل عليها؟ أربعة إلى ربع ورا هاي النفية زين ولاد جديد هاي تقريبا أسبوع أي عليكم السلام ورحمة الله شو وصلت مدفوع بها 2750 هاي المطفيه صباح عيني صباح الخير هلا صباح النور شلونك عمري قل لي شلون تعرف عمره عمر الناب ماله من الناب إيه شبيه الناب من الشوقي كبير يعني يعبر الخمسة إذا شاق الناب مالته أي. قبل أن يشق الناب أقل أي جاهل أربع سنين عمره من أربع جوه والله. نعم عمره فوق الخمسة إذا شق الناب فوق الخمسة مال عرب أي العربونة مال العربونة شو قد تعامل علي عمي والله بسبعمية خلف سبعمية العملة مالته شو قد جاي يندفع بيه ولا جنطوني 200 300 وما بعته من 200 الى 300 جاي يدفعون فيه ابو عبد الله جايب مطفل ما بيو على هاي حولي هاي حولي نرجع الجبل حولي ولا الجبل الجبل هذا حوليها ايش قد عملتها عملتها أربعة أربعة عملتها مصله شيء مصله غير مصله 400 3 و400 مصله 3 و400 مدفوع بها هذا العجل وراه نعم قولي خطونا هذا ابو عبد الله بالصوره وبال يا هلا يا هلا ابو ماجد يا هلا عيني الله يا هلا بالطراحي الله يبارك فيك هذا كله سوق ابقار المطافيل او ابقار الجني استاذ ماجد حبيبي هلا والله
ابو حسين الذهب عين استاذ شلونك؟ شو اليوم احنا؟ والله استاذ عندنا مربوط هوش سمين مربوط. سمين هذا؟ اي مو رخيص مو غالي السمين. اها اي والله. شو خل هذني مالات ابو حسين؟ ابو حسين التميمي فرع الجبر. هذا فوق 17 مربع. ها؟ فوق 17 صالح رباط؟ اي والله. يعني هذا هوش يصير كباب؟ اي والله كباب درجه اولى سمين بس ما له سكر. ايش عجب؟ رخيصونه رخيص. مو تعرف بيجدن الزود يقول لك 17 رابط. 17 رابط بيجدن نعمل والله نعامل عليه بستة ونص. اثنين هين؟ اي اثنين هين والمشتري سود. بعدين نسمع من المشتري احنا. يا الله بلكين فوق الخمسة شوي بلكين باع قدام الكاميرا. الله يسلمك. قدم مصلاك؟ والله شوي فوق الخمسة. فوق الخمسة شوية؟ اي والله. يعني على اثنين ونص الوحدة، ايش قد تطلع كوزن حي يعني؟ والله تطلع ان شاء الله صافي. العفو لحم صافي. لا يعني تطلع لحم يم ال 300. صافي. 300 الا شوي. لا. الله والله فوق 300. والله فوق 300. والله العظيم قصاصي يبكون. ها؟ يبكون. القصاب دائما 50 كيلو يضم جوا. لا 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 ما يضم. لا هو هم قفاصه. والله قفاصه وهم على باب الله قفاصه. ايش قد ما لا 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 مو لا لا اصابعك مو سوى ابو حسين. ما نقدر لهم والله ابو حسين. اصابعك مو سوى عمري استاذ. ما نقدر لهم والله. ما يخالف لو خليت خلقت. شلونك عيني؟ شلون اسوق لك صابه؟ والله حجه غالي. ها شو واحد يقول رخيص واحد يقول غالي ما افتهمنا. غالي. ها شو هسه هاي بيها شباب فينا؟ هاي ب 2800. انت ماخذها ب 2800؟ لا بس انا اخذها. بس هاي بركه لحم ما شاء الله. بركه. ها؟ فيها بركه. صحيح؟ فيها 70 حقه. يا الله موفقين. 70 حقه؟ ايوه. ما شاء الله. عمري. حسون شلونك عيني؟ بخير شلونك؟ شلون الصحة؟ يا الاستاذ. الاهل شلونهم؟ بخير اذا انت بخير. حبيبي. ايش قد جاي توصل هاي؟ 1,800,000 مليون. صورني يا عطوان. شلون؟ تمشينا. يحكي اكثر. على راسي عمه هذا. حبيبي يستمر. عمه خالي. عيني عيني. شلونك؟ صورني يا عطوان. شلون؟ شيخ صباح. والله على راسي. بروح عليك صورنا شيخ صباح. شيخ صباح عرضوك شيخ صباح. اما هذه فمصنا 1,500,000 مو؟ الا 1,475,000. نعم. التعامل هنا بالدينار العراقي وكل 100 دولار تساوي تقريبا 145,000 دينار عراقي للي يسال عن الدولار. عيني سيد شلونك عمري؟ الله يعزك شلونك؟ هذه فارغه جاي يبيعونها قصابه. اي والله. زين. جاي عاملون بيها خساره 700,000. يعني انت ايش قد تعامل؟ ايش قد دفعوا لك؟ والله عامل باربعه وربع. تعامل اربعه وربع قصابه؟ اي والله. ايش قد دفعوا لك؟ ثلاثه ونص. ثلاثه ونص مدفوع بيها. اي والله. حسن هو باع باربعه. بعده ما بايع. بعدك؟ اي بعد ثلاثه ونص ما جاي توصل فوق ثلاثه ونص. صباح العين. روح. شيخ عامل ستايل عبد الوهاب ما ضحك علي انا. شنو؟ على هذا عجل صابه 700. هل هواي فرق هواي يعني هواي مثلا 200 ما اقدر شخصهم عامل 8 4 8 مصلات 7 الا 100. مصلات الزوج 7 الا 200. هذني الاثنين يعاملون عليهم 7.5. وصل شيء دفعوا بهن شيء؟ والله وصل 6.25. 6.25 مدفوع بهن. خير ان شاء الله. يلا سياج يا جي.
أذني عملتين 5.5 قد 450 مدفوع بها. هذا خشن يعاملون عليه 5.5 فحل هذا استاذ ماجد. ها فحل هذا اي اعرف ايش قد هسه دفعوا به؟ والله 5.5 دفعوا به 5.5. انتم ايش قد تعاملون عليه؟ ها ب8 سومه. ها سومه ب8. هذا عملته 2.25. ايش قد جاي يوصل؟ والله ابو احمد جاي يوصل 9.5 جو. ايه نعم جو الاثنين جاي يوصل للاثنين. نعم خير ان شاء الله موفقين. هذا حسوني شلونك عيني؟ خير الحمد لله. من يا منطقة؟ من عمرانية. اه على شهر ابان؟ اي على راسي. اي على اي على اي اي ام القطعة. هذا العجل مدفوع ب 2600. هذني عملتهن 4.5 ايش قد ندفع بيهن؟ والله بعد بعد خير ان شاء الله موفقين. يا اخونا ابو علاء الذهب العميري شلونك عيني؟ الله يخليك. شلون العميرات؟ خير وبركه نعمه الحمد لله. ان شاء الله والله خير. ان شاء الله نعمه نعمه ان شاء الله. شلونك؟ الله يحفظك. جاي ندفع بيهن ذني مالاتك؟ والله جاي نعامل ب 4.5 يدفعون 3650. 3650 مدفوع بيهن ذني الاثنين. تخسر فلوس فوق ابو. نعم. الله يعزك على راسي. انت شلونك؟ الله يسلمك. الله يحفظك عم عين. زين البزرة استاذ ماجد؟ ايه والله بزرة. خير ان شاء الله. تسلم ابو فراس عيني. عيني قبل كانوا النهران بيش ما كانت كرينات اكو. لا مسحاه. ها؟ قاموا رفت ايد. قاموا؟ ورفت ايد على قد ورفت ايد فوق على بس ماكو هيك شكل يعني خيارة وطماطية وبصل و... نعمة من الله ترى اليوم هسه هسه كله معلق وغير معلق من كان قبل العمل معلق وغيره كله باص طرمه هسه ها وشل فراي قبل البركة خير من الله صحيح موفقين ان شاء الله. اسلمك على راسك. قير الغنم تصير تشباش. والله صحيح. قراقير يقول قراقير الغنم صارت تشباش. صحيح. عيني نمس. معروض ب 91. معروض 1900 ايش قد جاي وصيل؟ 1,550,000. يلا توالد انت والحجي. ما جاي صار سهله. والله شلونك عيني؟ هذا عيون استاذ. شو النوب جايب محمد وياك يا عم خليه يم الشيخ. شو تسوي؟ لمهم كلهم. ها؟ الشمل. راح تحول حتى تحول حتى الشيخ يمك. لمهم كلهم لمهم هنا الجو ان شاء الله. عيني هسه اثير. عيني استاذ. هذني بايش دا تعامل عليهم؟ عامل عليهم ب 4.25 استاذ. الزوج. ايه. هذني عاملون عليهم 4.25 عمله. والعمله مو سعر نهائي. مو سعر نهائي. نعم. بيها مجال. بيها مجال. استاذ ماجد. عمري. هذا كله سوق العجل هذا بيش عيني؟ هذا نعامل عليه ب2.25. 2.25 عمله. ايه. مدفوع به شيء؟ نوصل 800. 800 مدفوع به. ايه 800. 1,800,000 مدفوع به. نعم. اليوم تبين بسوق العجل. والله الدور انه ها شيخ شرع مطفين. بس انت بسوق العجل. اي والله جيت انت مريت اشوف هذا الحجي. خير ان شاء الله. سمنتال مال. رعد هذا بيش سمنتال؟ والله عامل عليه 1,900,000. عمله. وصل 425 425 425. خير ان شاء الله. وحتى مليون وثمانين.
كسبوا 425 50 يا تمشلبوها ثابت اي والله يا اساس والله ثابت لا اقول انا بلاتها مطين مثل ما مطين العالم مطينها ما مطين لا لا حشاك حشاك وذب على اي هاشي عندك اي هاشي في كل شيء ما يخليه وتوقيع هم عندي شلونك انت على راسي عمري صباح الخير هلا بستصبح النور يا دوجا عيني شلونك استاذ ماجد حبيبي شلون جاي تعامل على هذا عامل مليون ونص زين ايش مليون مليون ومية مليون مليون ومية يخسر نعم شو حلو فوق المليون جاي يخسر حبيبي شلون الوالد شلونه والله بالخير تشلونك الله يحفظك الله يسلمك على الصبر عيني شوف الصبر لاني معامل عليهم ثلاثة ونص ثلاثة ونص العملة ثلاثة ونص ساعات ومرت السوق شنو هذا؟ نبيع ب 2700 اريد احرقها اريد احرقها حتى بعد لا حد يبيع احكي لي بالصدق انت شنو انت؟ يشوفون العالم عم يغشون العالم لا لا احكي لي بالصدق احنا بالصدق؟ اي والله عم ثلاثة ونص والله غير غالي هو الحلال ثلاثة ونص عام علاوية محوزنة ها هي عملة ايش قد مواصلات؟ مواصلات 2600 2006 ونص الزوج مالك اي لا شيء شلون سوق البكر هنا عملته ايش قد 2700 مليونين و700 العمله مدفوع بهن شيء مدفوع بهن مليونين و75 مليونين و75 مدفوع انت اخذتها بيش مليون و335 مليون و335 هاي البكر الحلوة خوش بكر هذا كله سوق البكر ابو حسن الذهب الله يسلمك ويشكرك ورحم الله والديك والديك بارك الله فيكم قناتك الورد انت ورد الاستاذ ماجد الله على راسك انت ورد عيون الاستاذ ماجد بكر حلو ما شاء الله نعم يعني ما اخذت فحل اها من رمضان ما اخذت فحل واثنين ايش قد توصل؟ 2 وموصل 2 ونريدها ب 3 الا ربع خير ان شاء الله عمري خير من الله بعد هي شي ضمها الزين شي ضمها والله استاذ هذا اني جنعم عليه ب 3800 جيتونا 350 300 هذا الحلال الحلو حلو خشن نعم درجه اولى 11 وحده استاذ نعم الشيخ ماكو الشيخ والله عنده حلالك صابه هناك وتوجه به خير ان شاء الله هو الشيخ بس الزم الزين عين استاذ ماجد هذول جماعه خوارج من الداينيه على الراس انت وخوارج الله يعزك رحم الله والديك يعاملونا على الحلال بس ابو ابو حسن اخويا من بيت جبر ايه ايه بيت حسن جبر ايه كيلو وفرد التبع ايه يعاملونا على الحلال خير ان شاء الله والله جايطونا بالحلال 3 ملايين وجماعه جايطونا بالحلال 350 خير ان شاء الله شو تقول انت نبيع لابو 3 ملايين ولا 350 لا لابو 3 لابو 3 ملايين تدري ليش؟ تدري ليش؟ خواه الخاله لحق الخاله يا استاذ سماش والله الخاله لحق لو ما لحق هي فزعه هي هاي الفزعه الخاله الخاله خاله تبشتين على الصدر لا لا الخاله معلف معلف شلون؟ شلون؟ الخاله معلف معلف خير ان شاء الله ايه هذا سبب اختنا وانه حق علي والله لكم حق بس هم لا تميلون علي خطيه خسر استاذ ماجد هو والله لا ما خسر ان شاء الله اي عافيه اي والله ما خسر خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمري عين ابو ياسر عيني قلت اليوم عندك فد
سالفة هيك قصيرة بس بيها معنى. قصيرة بيها معنى. أي. أي. هذا يقول فد رجل يريد يروح للحج. زين. وصى جاره. قال له دير بالك على العيال. أي. جاره رجل شريف. نعم. دار باله على العيال. أي. إلى أن حرمة اللي وصى هي اندقت بجاره نوبتين ثلاثة تعرضته. أي. أجلها أجلها لما جي رجلها. يا رجلها قالت له يا أبو فلان ما استجاب لها. أي. قال لها يا أبو فلان عود أنا اللي وصيته بي مو نظيف وراد وكذا. طلع مو على قد الشوفر. أي مو على قد الشوفر. إيه. قال لها اليوم أنا أفحص أدز علي وأشوف شو يقول. إيه. سوى عشاء. زين. أدز علي. إيه. أول ما مدي ذا علقمة رجل الحرمة قال له قال له هنيا بعاقول. هنيا بعاقول. هنيا بعاقول. إيه. قال لنا ورا الزينات شاقول. ورا الزينات شاقول. إيه. مديدة قال له هنيا بتمن. يعني شاقول يشقل مو؟ اي شاقول يعني بعد الشقل ما وراه قديم بالك انت شقل. الشقل ما حد بعد يمديده عليه. مديدة الثانية قال له هنيا بتمن. قال له عرض الناس ما يتثمن. ما يتثمن اي. الثالثة قال له مديدة قال له هنيا بزيت. قال له انا لا سستولست ولا السايات عاداتي. انا اللي حلفت ببير زمزم والحرم والبيت الخاطر اخوي بالشام عصيت. خاطر اخوي بالشام عفيت. الله. اي اي هاي حكمه من احكام القديمين يعني. قال له رفيجه قال له انت النظيف واللي يتهمك ومو نظيف. نعم. اي عاد ينفع عاد حكمه بعد ذاك الزمان تسوى بيها ما ادري. ممنون لك يا هلا بيك على راسك. هلا ومرحبا. الله يحفظك. ماجد عيني صلاه الظهر ايش سميت صلاه الظهر؟ يسموها صلاه الظهر. سميت صلاه الظهر شنو هو السبب؟ حلو. اي هي صلاه السلام. سؤال يوم الثاني. سؤال ثاني. اين يجلس نبي الله ابراهيم يوم القيامه؟ جيد. على صراط. نعم. الاول اليمين اليسار ان شاء الله. ممنون عيني استاذ عيني على عين ابو حسن. سؤال ايضا. تحياتنا لك ولمتابعيك الكرام. على راسك استاذ ابو احمد الذهب. انت ذهب. مدينه عراقيه تسمى قبه الاسلام، ما اسم هذه المدينه؟ قبه الاسلام. مدينه عراقيه. مدينه عراقيه تسمى قبه الاسلام. حلو. هو السؤال. ما اسم هذه المدينه؟ انحيل للمشاهدين. على راسي يا ابو سلام حسن. سلام للاهل. سلامنا لك استاذ ماجد. اكو ولد كان زميل وياي. ايه. بالجامعه. نعم. من الكربلاء. ايه. انقطعت اخباره من سنه التسعين. اذكر اسمه. اسمه عبد عون عبد حمزه عبد الجبار من حي العباس بكربلاء. كله مركب. كله مركب، كلش خوش ولد، بس تفارق بالتسعين بعد ما شفته. انقطعت الاخبار. انقطعت الاخبار ولي حتى نتمنى يتواصل ويانا حتى نواصله ويا ابو حي العباس. هو اسمه عبد العون. اي نعم. هذا هو. حمزه عبد الجبار. اخوتي اهل كربلاء. اي. هذا ولد عزيز علينا. يعزه. كلش كان مؤدب وفقير. ان شاء الله. ان شاء الله. على راسي. سلم راسك. الله يحفظك. مشاهدينا الأحبة وصلنا وياكم إلى نهاية مقطعنا لهذا اليوم، نتمنى أنه هذا المقطع عجبكم، إذا عجبكم اضغطوا لنا لايك حتى يصعد المقطع ويوصل للجميع، تحياتي لكل واحد يتابعنا وعلى رأس فيكم. حبيبي.